بسم الله الاب والابن والروح القدس انا واحد امين. عشان الوقت حضراتكم شايفين العنوان بتاع الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده باذن ربنا. هي يبدو ان في مصطلحات زي ما مكتوب قدامنا كده، التبرير والتقديس والتجديد في الفكر اللاهوتي عند معلمنا بولس الرسول. طبعا هنبتدي الاول بمجموعه المفاهيم او المصطلحات دي، وبعد كده هنبدا نتناقش مع بعض في ليه بنناقش الموضوع ده تحديدا عن التبرير، ايه هو التبرير وايه هو التقديس وايه هو التجديد. وحضراتكم هتلاحظوا ان الموضوع ده ليه اهميه كبيره في علم اللاهوت. في 10 انواع مختلفه في دراسه علم اللاهوت. الموضوع اللي هنتناقش فيه النهارده باذن ربنا بيتلامس مع 3 منهم، 3 افرع اساسيه من علم اللاهوت. علم اللاهوت المقارن اللي فيه بين الطوائف المختلفه، وده هيبقى تركيزنا الرئيسي النهارده عليه، لأن الموضوع ده فيه اختلاف بيننا وبين إخواتنا البروتستانت فيه، وبيدخل كمان في علم اللاهوت المقارن. أنا آسف أنا قلت المقارن، اللاهوت العقيدي اللي بياخد مجموعة العقائد الأساسية، والنوع الثالث من اللاهوت اللي بيخش فيه اللي بيسموه، تمام، أنا قلت المقارن والعقيدي. ممكن كمان طبعا عندنا يخش في اللاهوت الطقسي كمان، دي التلات انواع ممكن يخش فيه. في مجموعه تانية انا ممكن هتناقش فيها بعد كده كل ما يعني دخلنا اكتر في الموضوع. هنبتدي بالمفاهيم الاساسيه عشان ما يحصلش يعني تشتيت بالنسبه لنا احنا بنتكلم على ايه بالظبط. طبعا يبدو في ظاهر الموضوع ان المفاهيم دي سهله وواضحه بالنسبه لنا، لكن طبعا هنغوص في العمق فيها ونحاول نتناقش فيها بشكل أكثر تفصيلا بإذن ربنا. أول موضوع هو الفداء، أو المفهوم أو المصطلح الأولاني هو الفداء. وطبعا ده واضح زي مكتوب إن السيد المسيح له المجد بيموت عننا الكفارة. ولازم نميز دايما بين موضوع الفداء وموضوع الكفارة، تمييز بين المصطلحين. الكفارة إن المسيح بيسترنا ويغطينا زي ما مكتوب بأن يوحدنا فيه، صلحنا مع الله بموت ابنه. الفارق أو أحد الفروق الأساسية بين الفداء وبين الكفارة ان الفداء ده من سيد المسيح له المجد، تمام، ده الفداء. الكفارة هو ان احنا خطايانا نفسها لا يتم يعني كشفها، تمام، لان سيد المسيح له المجد بيغطينا وبيغطي خطايانا دي كلها. طب التبرير بقى، ممكن اعتقد ان المصطلحين الاولانيين قد يكونوا يعني عارفينهم، وطبعا يعني قربنا منهم قبل كده، المصطلحين بتوع الفداء والتكفير او الكفارة. طب التبرير بقى، المصطلح موجود قدامنا، معنى بتاعه المسيح بيعطينا حياته لنعيش أبرار، أي نكتسب بر المسيح. يعني التبرير هو عبارة إن إحنا السيد المسيح له المجد بيجعل مننا، تمام، أبرار. إحنا مش أبرار بأي حال من الأحوال بسبب خطايانا كتيرة جدا، فعملية التبرير هي عملية غفران الخطايا، وإن السيد المسيح له المجد، تمام، بيحولنا إحنا الأشخاص قادرين إن إحنا نبقى عندنا هذا البر. هكمل بسرعة، أي بعد، لا لحظة واحدة هرجع تانية بس. الجزء الأخير مهم، ومعلش يعني لو في أي حاجة حضراتكم نتناقش فيها أوكي. بعد أن استترنا في المسيح لبسنا رداء بره. التعبيرات هي مش صعبة، هي بس عايزة تركيز وعايزة أن الواحد يتمحص ويركز فيها أكتر، تمام. إحنا بنستخبى جوه المسيح، تمام، احنا بنستخبى جوه المسيح، سيد المسيح له المجد، تمام، كمال البر، فاحنا بنستخبى جوه السيد المسيح له المجد، فعشان كده بنستتر في السيد المسيح وبنلبس رداء البر. وعلى فكره التعبيرات اللي موجوده دي كلها تعبيرات كتابيه، ان احنا بنلبس البر. طبعا بسبب تجديد الطبيعه، وهنا هنتكلم بقى على موضوع التجديد، وصرنا نسلك في البر بحياته التي اعطاها لنا. والجزء الاخير فيه، وعشان كده بقول لحضراتكم التدقيق اللغوي، وان احنا كل كلمه خصوصا بنتكلم في عمليات مصطلحات لاهوتيه، فهنتوقف قدام كل كلمه بالظبط بالمعنى اللغوي والمعنى اللاهوتي والمعنى العقيدي بتاعها. حضراتكم لاحظتوا اخر جزء موجود، صرنا نسلك في البر بحياته التي اعطاها لنا، وده الجزء مهم قوي اللي بنختلف فيه مع اخواتنا البروتستانت، اللي هو الجزء الخاص بالسلوك بتاعنا. هم موضوع الأعمال البشرية أو الجزء البشري في مشكلة بالنسبة لهم قليلا، وهنتكلم عليه بعد كده. تفضل. ده بقى قبل ما نقول
احنا عقيدتنا الارثوذكسية ايه. انا هحاول اعرض لحضراتكم بشكل سريع جدا. اخواتنا البروتستانت وشايفين التبرير والتقديس والتجديد مفهومهم ايه بالنسبة لنا. اول حاجة التبرير عمل كامل. طبعا احنا لا نختلف مع الموضوع اللي موجود ده ان فعلا هو عمل كامل ام بي السيد المسيح والمجد. ودايما بيركزوا حضراتكم تلاحظوا في النقطة الاولى موضوع المجانية، هو كله مجاني، وبه غفران خطايانا جميعا وبه يقبلنا الله كأبرار امامه. كلنا بنقبل ابرار من خلال عمل السيد المسيح المجد اللي هو بيقولوا عليه طبعا، واحنا موافقين عليه تماما، هو عمل دم السيد المسيح له المجد. طبعا ام بي السيد المسيح. وطبعا انتوا عارفين عندهم اخواتنا البروتستانت لما شخص معين يعني مثلا من بالنسبه لهم هم كيدخل ايمان بيقولوا انت مجرد كل اللي عليك تعمله ان تقبل السيد المسيح ايه فاديا ومخلصا، الموضوع بالنسبه لهم يبقى انتهى. تاني كل اللي بيطلب من الشخص ان عشان يدخل المسيحيه من وجهه نظر اخواتنا البروتستانت هو انه حتى يقولها، يقولوا له قول حتى ان السيد المسيح انت قبلت السيد المسيح ماله مخلص وفادي يبقى الموضوع انتهى. طبعا حتى انا مش هحاول دلوقتي اعلق على المفاهيم دي، لان حتى من ناحيه تاريخ الكنيسه خصوصا الكنيسه الاولى لما اسست الكنيسه في اول 3 قرون، معلش انا هقولها سريعا وممكن نرجع ليها بعد كده. حضراتكم عارفين ان كان في يعني خطوات كتيره عشان شخص ما ينضم للمسيحيه، الموضوع ما كانش بسيط وما كانش سهل. تمام حضراتكم طبعا فاكرين من تاريخ الكنيسه تمام الموعوظين وازاي ينتقل الشخص الموعوظ ويصبح مؤمن، ودي خطوات كتيرة جدا. هنا بيختصر الموضوع، الموضوع بيبقى بسيط، فمجرد ان الشخص يقول ايه انا قبلت السيد المسيح فديا ومخلصا يبقى الموضوع انتهى. تمام معاني التبرير، وهنقف زي ما قلت لحضراتكم لو سمحتم تمام واحدة واحدة وبالراحة ونتناقش تمام، لان دي مفاهيم لما ندخل العمق اكتر حضراتكم هتكتشفوا ان المعاني دي فيها حاجات غير دقيقة. ان انا بكمل لسه بنكمل اخواتنا بروتستانت وشايفين الموضوع ازاي. لا تميز بين المؤمنين في التبرير لكنها يوجد في التقديس، وهنبدأ هنا بقى نميز بين التبرير والتقديس. تمام هما بيقولوا كل المؤمنين حاجة واحدة، بدم حصلوا على التبرير كلنا حاجة واحدة، مفيش اي تمايز او تمييز بين جماعة المؤمنين على الاطلاق. بيقولوا ده من مثال هما يحبوه جدا، وسيدنا البابا شنودة مسك المثال ده وحلله وطلعه في الاخر ان هو لا يتفق مع الفكر العقيدي اللي هما بيقولوه في الجزء ده في الجزء اللاهوتي. دايما بيقولوا ايه ان التبرير زي ما حصل في سفر الخروج اللي هو ايه رش الدم على الابواب، هو ده التبرير، لان الناس استؤمنت على حياتها بدام قاعده جوه البيت اللي رش على القائمتين والعارضه الدم بتاع السيد المسيح له المجد.
أكل الفطير بالنسبة لهم هو إيه؟ هو التقديس. يعني أنا بتقدس لما أكلت الفطير. هرد على الموضوع ده بعد كده لأن ده عايز برضو وقت. حكاية إن مع إن هم عادة حضراتكم عارفين الموضوع ده إخواتنا البروتستانت لا يميلوا للاستعانة بالعهد القديم. تمام؟ فلكن في الجزء ده استعملوا ما ذكر في سفر الخروج خاصة في النقطة دي. آخر نقطة موجودة في على السلايد ده تمام غريبة جدا. وقد يعني ممكن تعدي في بعض الأحيان بس مهمة للغاية. وأعتقد حضراتكم قريتوها. التبرير بيحدث مرة واحدة. موضوع انتهى. وده بيتفق مع عقيدة تانية هم بيؤمنوا بيها وسيدنا المتنيح البابا شنودة نشر كتاب بالكامل وقال محاضرات كتيرة عنها وهو الخلاص في لحظة. تمام. ما هي مفروض ما هي احنا زي ما مستر ميتهل بيقول عشان كده احنا بنقول عليها انها بدعة. لان احنا لا تتفق مع الايمان الارثوذكسي خالص ولا العقيدة بتاعتنا. تمام. لكن هنا بيتقال ايه مرة واحدة ولا يتكرر. موضوع انتهى تماما. طبعا دي كلها هنرد عليه بعد كده باذن ربنا. بيقولوا بقى التبرير بيؤدي لايه. يعني الشخص لما يبرر يؤدي لايه. اول حاجه زي ما احنا شايفين الانسان هيعيش في سلام. واحنا لا نعترض على هذا الموضوع طبعا احنا عارفين. تمام. بس احنا عارفين احنا بناخد موضوع السلام بشكل مختلف قليلا لما نتكلم على ثمار الروح القدس. برضه هما بيحطوها في إطار مختلف. يعني لا نختلف على مفهوم السلام لكن بنختلف على نظرتنا احنا للسلام ازاي بيجي. احنا بنعتبر انه ثمر مباشر من ثمار عمل الروح القدس في حياتنا. تاني برضه نقطة تانية مهمة واحنا بنتفق موضوع التبرير هو ان ربنا خلصنا من عقوبة ايه الموت. لكن برضه حضراتكم انا عايزكم تربطوا بين النقطة التانية هنا واخر نقطة في السلايد اللي قبله. انه بيحدث مرة واحدة وهنا بيقول في النقطة الثانية أنه بدم حصل مرة واحدة بيحصل إيه؟ أن عقوبة الخطية والموت انتهت. طبعا حركوا قدرتوا تربطوا. يعني أنا لما بمجرد أن أنا أعلنت إيماني بأن السيد المسيح هو المجد فادي ومخلص تمام عقوبة الموت أوتوماتيكلي حصل لها إيه؟ اتشالت. عقوبة الخطية والموت اتشالت. تمام. طبعا إحنا هنا دايما إخواتنا البروتستانت زي ما قلت قبل كده بيتجاهلوا الجانب الإنساني الإرادة الإنسانية الحرة في الموضوع. مفيش الموضوع انتهى. برضو النقطة الثالثة استكمال ليها ان دي خلاص من بس في خطورة بقى هنا في آخر ثلاث كلمات في الفكرة رقم ثلاثة. هما بيقولوا ان المواضيع انتهت العقوبة انتزعت ما بقتش علينا. بس الثلاث كلمات دول يعني مقلقين الى حد ما واعتقد يجب ان احنا نتوقف قدامهم بدقة كبيرة. بيقولوا ان هي بتحصل ازاي بقى ماضي وحاضر ومستقبل. يعني الموضوع انتهى. يعني مجرد ما الشخص برضو مرة تانية اعلن ايمانه الموضوع اترفع بالنسبة له حتى في الخطايا المستقبلية. حتى في الخطايا المستقبلية. طب بننال التبرير ده ازاي؟ في اربع حاجات اساسية بالنسبة لهم زي ما اقول قدام حضراتكم. النعمة ومفهوم النعمة تمام قضية كبيرة وأنا مش عايز أدخل فيه لأن ده عايز يعني جلسات تانية لأنه برضو مفهومهم للنعمة مختلف عن عندنا في العقيدة الأرثوذكسية. وطبعا أنا هقوله ببساطة زي ما حضراتكم عارفين النعمة هي عطية إلهية مجانية. دي النعمة برضو أنا بقول ببساطة. طبعا هي عايزة شرح. مجانا وحتى هنا بيقولوها مجانا بشكل مختلف عن مجانا بالنسبة لنا. طبعا حضراتكم هتقولوا هو احنا مش بنستعمل نفس المفردات اللغويه مجانا المفروض تبقى مجانا في كل حاجه. اقول لحضراتكم لا لان انا بشوف مجانا بطريقه وممكن شخص تاني بيرى كلمه مجانا بشكل مختلف. تمام. هتيجي هنناقشها بعد كده ازاي يختلف مفهومنا حتى في كلمه مجانيه النعمه او العطاء اللي ربنا اداه لنا. الفداء متفقين عليه. رقم أربعة دي ازمه بقى بدون اعمال. تمام. اعتقد ان قلتها ان بينكروا دايما او بيتجاهلوا دايما حرية الارادة اللي منحنا ليها ربنا. موضوع الاعمال ده قضية صعبة وكبيرة بنختلف فيها مع اخواتنا البروتستانت. معلش سامحوني بما ان احنا بنتكلم على قضايا لاهوتية. تمام. فهنستعمل الكتاب المقدس بكثافة وياريت تمام مثلا خدامنا في اعدادي ثانوي الولاد بالنسبه لنا لما بيجوا يكلموا اعدادي ثانوي جامعه
خريجين الكلام فقط بدون استعمال أدلة واضحة كتابية الكلام ما بيبقاش قوي. يعني زي ما بيقولوا ايه، اتحرركوا كلكم عارفين ان اخواتنا البروتستانت شاطرين جدا في استخدام الكتاب المقدس زي ما هوضح لحضراتكم هنا، فانا لازم ابقى كمان عارف الايات اللي هما بيقولوها ايه، بيستعملوها ان هما يؤيدوا ويدعموا وجهة نظرهم، واحنا هنرد عليهم بايه، بانهي ايات. انا هقول هنا الايات اللي هما بيستخدموها مش اللي احنا بنرد بيها. طبعا مجانية التبرير، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وحضراتكم تلاحظوا، وعشان كده برضو في العنوان بتاع الموضوع بنتكلم على فكر معلمنا بولس الرسول، لان هو استخدمهم للرسالتين، رسالة روميا ورسالة رسالة الاهل غلاطيا، مكثف للغاية في القضية دي، دايما بيستعينوا بآيات من الرسالتين طبعا، ومن حاجات تانية من رسائل معلمنا بولس الرسول. طبعا لو الآية دي للوهلة الأولى والآيات كلها حضراتكم لو تلاحظوا، لو رتبتوها جنب بعض من الأدلة الكتابية اللي هما بيقروها تبان منطقية للغاية، منطقية للغاية. يعني الآية اللي لسه ذاكرها وقدام حضراتكم دلوقتي اللي وردت في رسالة روميا 3:24 منطقية، هو مكتوب إيه؟ متبررين مجانا بإيه؟ بنعمته. متبررين مجانا بنعمته، فالموضوع ماله؟ موضوع منتهي، ما هو التبرير بالنعمة مجاني بدون أعمال. وهنا بقى اللي عايز تركيز، بدون أعمال، وهنقول بعض الآيات اللي إخواتنا بروتستانت بيقروها عشان يدعموا وجهة نظرهم. الآية الأولى جاءت في تيتوس 5، لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتدر رحمتك خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. وحضراتكم أعتقد لاحظتوا حاجة هنا في الآية، في ملاحظة في الآية دي لاحظتوها؟ الآية فيها رد عليهم بس هم بياخدوا جزء منها، لاحظتوا؟ تمام؟ بينا أعتقد حضراتكم لاحظتوا، يعني واخدين الآية تمام، بس هم عادة لما بيذكروا الآية دي على فكرة بيذكروا جزء، مش بيكملوا بقية الآية، فبيذكروا جزء منها، فبيذكروا إيه؟ قبل الفصلة الأولى في الآية، فبيقفوا هنا فيقولوا إيه؟ لا بأعمال في برنا عملناها نحن، نقف خلاص. ولو اتجابت مثلا لولد في مرحلة إعدادي أو بنت في جامعة وتقال لها أهي ما موجود في الكتاب المقدس، معلمنا بولس الرسول بيقول بشكل صريح هو إيه؟ لا بأعمال في بر عملناها، عملناها نحن، فالموضوع ماله؟ فين؟ فين يا شباب؟ فين؟ ما فيش أعمال، معلمنا بولس الرسول هو قال. الآية اللي بعديها لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه لأنه بناموس معرفة الخطأ، برضو تأكيد على الفكرة اللي هم بيقروها أن ما فيش أعمال. آخر واحدة، آخر آية ذكرت هنا في السلايد غلاطية 2:16، إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس، ويمسكه في الجزء ده. فين؟ فيش حاجة اسمها أعمال الناموس. فين الأعمال؟ أهو كتاب المقدس، أدي رسالة من رسائل معلمنا بولس الرسول، وهو بيقول مباشرة أن ما فيش حاجة اسمها أعمال بل بإيمان يسوع المسيح. تمام، أنا مش هكمل بقية الآية لأن في آيات تانية عايز أقولها حضراتكم بسرعة عشان الوقت. لست أبطل نعمة الله لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذ مات بلا سبب. يعني هنا بيحاول يقولوا لو الموضوع كله بأعمال تمام يبقى إيه فايدة الصليب؟ إيه فايدته؟ وأوجد فيه وليس لي وليس للبر الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح البر الذي من الله بالإيمان. برضو تركيز على قضية الإيمان وهتيجي بعد كده، كما هو مكتوب إنه ليس بار ولا واحد. طبعا الآية أعتقد سهل قوي، ما فيش شخص إيه، فيش شخص بار، يبقى فين الأعمال؟ لا توجد أعمال. طب موضوع الإيمان، وحضراتكم عارفين إن إخواتنا البروتستانت بيركزوا جدا على موضوع الإيمان، الإيمان هو بالنسبة لهم رقم واحد. حضراتكم عارفين ان هم عندهم حاجة اسمها الخمسة فقط، في اللاتيني عندهم السولا خمسة، فواحدة منهم مشهورة اسمها سولا فيدا اللي هي ايه؟ الايمان فقط، الايمان فقط، زي رقم واحد عندهم حاجة اسمها سولا سكريبتورا اللي هي الكتاب المقدس فقط، لانهم لا يؤمنوا بالايه؟ بالتقليد. تمام، ما فيش حاجة اسمها كده. فمن ضمن الحاجات المهمة بالنسبة، طب الآية اللي قدام استقامة الإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، برضو لو شاب عندنا أو بنت جت قالت أهو معلمنا بولس الرسول بيقول أهو، فإذ قد تبررنا بإيه؟
بالإيمان ويقولوا الموضوع انتهى، ذكرت كلمة الإيمان فالموضوع منتهي. إذ نحسب أن الإنسان يتبرأ بالإيمان بدون أعمال، بدأ جت كلمة بدون الموضوع انتهى. إذا قد كان ناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرأ. آخر جزء التبرير بالدم ما فيش اختلاف كبير بيننا وبينهم في الجزء، لأن احنا بنعترف أنه هو كله بدم، عن طريق دم السيد المسيح الذي سفك على الصليب. والايتين الموجودين تحرركوا بينين، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وكل شيء تقريبا يتدار حسب النموذج بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ودي الآية اللي بيستعملوها كتير. النتائج التبرير أعتقد يمكن قلت حركوا قبل كده عليها بسرعة، السلام والآيات بتاعتها. طبعا أنا قلت قبل كده لا نختلف في جزئية بتاعت السلام، بس بنقول إن هي إيه، من ثمار الروح القدس وعمله في حياتنا. فإذا قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله ربنا يسوع المسيح. المصالحة طبعا حضراتكم عارفين قضية المصالحة، إن إحنا صلحنا عن طريق دم السيد المسيح اللي سفك على الصليب. والآيتين اللي موجودين هنا من كولوسي 21 و 219 بيأكدوا الفكرة دي. رقم 3 بقى هنا اللي فيه اختلاف بيننا وبينهم. أعتقد يمكن حضراتكم سمعتوا حد من إخواتنا البروتستانت بيتكلم على موضوع دائما إيه؟ الميراث. دائما بيقولوا بنوة، البنوة والميراث، بدم إحنا أبناء يبقى بدم الأبناء يبقى يعملوا إيه؟ يرثوا، الأبناء يرثوا. وعشان كده طلعت بعض التعبيرات الغريبة. حتى في مرة سيدنا المتناحر بابا شنودة اعترض بشدة على الجزئية دي، فلما كل واحد يقابله يقول له إيه؟ أنا حقي، أنا لي حقوق لأن أنا إيه؟ لأن أنا وريث. أنا لي حقوق لأن أنا وريث. فسيدنا كان بيعترض جدا، من عايز أقول إيه؟ من الذي يشعر في نفسه أنه يستحق أن يقول على نفسه أن أنا وريث، وأن أنا فعلا ابن واستحق البنوة للسيد المسيح له المجد. فدائما الجزئية واضحة في كنيستنا القبطية، قضية التواضع وإحساسنا دائما بأن إحنا صغيرين قدام الموضوع ده ولا نستحقه على الإطلاق. فمش هنطلع نقول إيه؟ لا، إحنا أبناء، وبما أن إحنا أبناء فنعمل إيه؟ فنرث. لا، الموضوع صعب. احنا بقى احنا يبقى كده خلصنا وانا خلصتها بشكل سريع، عرضنا بشكل سريع لمجموعه الافكار الاساسيه اللي عند اخواتنا بروتستانت. احنا بقى في عقيدتنا الارثوذكسيه بنقول ايه؟ اول نقطه دي لازم توصل للولاد بشكل قوي بعد اذن حضراتكم، خطوره الايه الواحده. وانا قلت اللي بعديها اللي هي انصاف الحقائق. يعني ايه خطوره الايه الواحده؟ اخواتنا بروتستانت زي ما وريت حضراتكم قبل كده يجيبوا مجموعه الايات اللي انا ذكرتها ويروحوا مدينها للولد او البنت او مثلا في الجامعه او خريج، اهو الايات موجوده تمام، لكن الصوره غير كامله، لان زي ما الايات دي موجوده في ايات تانية، لكن هم دايما بيعتمدوا على مجموعه اساسيه من الايات بدون استكمال الصوره، يعني الصوره غير كامله. وانصاف الحقائق انا قلت لحضراتكم مثال عليها لما شفنا الايه، جزء من الآية لكن الآية غير مكتملة. طب ما في جزء تاني للآية. التبرير بالدم، وأعتقد حضراتكم يمكن سمعتوا سيدنا كان يتكلم أكتر من مرة على الموضوع ده. وحتى جات، أنا ما زلت متذكر المشهد من أحد الأفلام المسيحية عن طماف إيريني تمام، قديسة طماف إيريني لو فاكرين، مش عارف تفتكروا المشهد ده، كانت لسه ما دخلتش الدير وكانت في إحدى الكنائس وقالوا لها في واعظة شهيرة جاية تتكلم في الكنيسة فلازم تيجي ايه تسمعيها، رائعه جدا. فاكرين المشهد ده حضراتكم صح؟ فراحت حضرت، وبما انها مركزه في اللي بيتقال، ودي اعتقد لابد ان احنا نقول لاولادنا وبناتنا، ارجوكم وانتوا قاعدين بتسمعوا قدام التلفزيون، رايحين مكان ما، ارجوكم خلوا عندكم يعني زي ما يكون ايه فلتر، افراز. احنا بنقولها عندنا الافراز في الكنيسه، بيتقال عليها الافراز، ان انا وانا قاعد بعمل ايه، أنا مش مجرد بستقبل، أنا بستقبل وحلل الموضوع وأشوف الكلام اللي بيتقال ده هل يتفق مع عقيدة كنيستي ولا لأ. فلقيتها عمالة بتعمل إيه؟ فاكرين حضراتكم في المشهد؟ عمالة تتكلم على إيه؟ إن مفيش قديسين ومفيش أعمال ومفيش. فأمل قالت لها هو في فرق بين دم المسيح وفي فرق بين استحقاقات دم المسيح. كلنا بنعترف ومتفقين على
أهمية دم السيد المسيح له المجد اللي سفك على الصليب، لكن فين استحقاقات الدم؟ فين استحقاقات الدم؟ ما في العظة اللي كانت بتتكلم عليها الأخت دي اللي كانت في الكنيسة ما ذكرتش أي حاجة، عمالة تتكلم على الخلاص 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 تمام، وما تكلمتش أي حاجة عن استحقاقات الدم أو استحقاقات التبرير. زي مكتوب هنا في فارق بين الدم واستحقاقات الدم، زي ما احنا قلنا كفاية الدم، الدم كافي، لكن في نفس الوقت قدرة الدم على المغفرة احنا عارفين، لكن استحقاقنا للدم، كفاية الدم وقدرة الدم لا يوجد اختلاف عليهم. تاني ما فيش اختلاف عن النقطة دي، لكن هل نستحقه ولا لا؟ دي النقطة أساسية. في فرق بين قدرة الدم زي ما احنا قول وقبول، موضوع قبول، هل أنا قبلت؟ على فكرة اللي قلته من شوية موضوع ايه؟ تمام، ان انا اقول قبلت السيد المسيح مخلصا وفاديا، دي مش كفاية، دي مش كفاية. وبرضو خروف الفصح وهتكلم عليه بعد كده. دايما زي ما بنقول وقلت، دايما الجانب البشري ان الجانب الالهي هو رقم واحد، وما فيش في الجزء بتاع الجانب البشري خالص. وطبعا زي ما قلت في فرق بين الثمن اللي دفع السيد المسيح له المجد على الصليب وبين استحقاقنا ليه، تمام، اللي تم طبعا بالكفاره والفداء، وهنتكلم برضو بتفصيل شويه عن الموضوع ده. ودي ده السؤال اللي احنا بنقوله دايما لما بيجي احد النقاشات بيننا وبين اخواتنا البروتستانتي، دايما بنقول لهم الموضوع ده، السؤال اللي قدام حضراتكم، تمام، السيد المسيح له المجد، اتم عمل الفداء والخلاص والمصالحه والتبرير، لكن احنا نناله ازاي؟ هننال ازاي بقى ده؟ وزي ما بنقول موضوع النعمه، تمام، بنقول بالنعمه ان كل ده وهب لينا، كل ده وهب لينا، زي ما مكتوب بين قوسين متبررين مجانا بالنعمه، تمام، عن طريق دم الكفاره. هنا بقى احنا عندنا في عقيدتنا الارثوذكسيه في امور اساسيه عشان ننال النعمه المجانيه. طبعا هم عند اخواتنا البروتستانت مره ثانيه بيقولوا نعمه مجانيه والموضوع انتهى، احنا بنقول لا، في امور اساسيه لابد انها تكون موجوده، هم الثلاثه اللي قدام حضراتكم، الايمان، التوبه، المعموديه. الايمان، التوبه، المعموديه، حركة اوريدي هم بيقولوا رقم واحد، ايه الاختلاف؟ هم بيقولوا رقم واحد الايمان، تمام، ايه الاختلاف؟ لا، هنيجي بعد كده اقول لحضراتكم وجهه نظرنا مش نفس، لا تتطابق مع وجهه النظر البروتستانتيه في الجزء ده خالص فيما يتعلق بالايمان، لكن الثلاثه مره ثانيه الايمان، التوبه، المعموديه. رقم واحد قلت حركه هرجع له بعد كده، موضوع الايمان، التوبه، انا لا اعتقد، ودي برضو من ضمن الحاجات الغريبه في نقاشاتنا مع اخواتنا البروتستانت، انكار عمل انكار اهميه التوبه، إنكار أهمية التوبة، برغم أنها ذكرت وذكرها معلمنا بولس الرسول في أكثر من موضع، وذكرت في الكتاب المقدس نفسه، والسيد المسيح له المجد، تمام، ركز على أهمية التوبة، وبرغم كل ده مفيش توبة، لأن هم لو اعترفوا بالتوبة هيعترفوا بأهمية الأعمال، فما يقدروش، يعني إزاي، ما هو مادام قلنا واتكلمنا عن التوبة يبقى هنتكلم على الأعمال، وهم عايزين يستبعدوا الأعمال، فما بيتكلموش خالص عن موضوع التوبة. طبعا الكتاب المقدس واضح جدا بيقول ايه، توبوا وليعتمد كل واحد، توبوا وليعتمد، حتى الامور ترتيبها واضح في الكتاب المقدس، يعني ما فيش مجال للجدل في نقطه حسمت عن طريق نص كتابي. هاجي للموضوع ده، تمام، لان انا هتناقش صح، بس بقول هقول لحضرتك، تمام، هنتناقش عليه او نتناقش وجهه نظرنا احنا، لان عارف حضرتك هم ممكن ياخدوا بعض التعبيرات وعايز اقول ايه يفهموها او يعيدوا صياغتها عقيديا بشكل مختلف، عشان كده زي ما بقول حضرتك اللفظ اللغوي، ما هي زي ما بقول حضرتك ده كمان مش استخدام، ده يستخدموا الايه ولما يجوا لتفسير الايه ورؤيتها بشكل عقيدي كمان يشوفوها بشكل مختلف، تمام، ده زي ما احنا الانتقاء بيسموها الانتقائيه. فالإيمان زي ما بيتقال إيمان وحده ليس كافي، وده نقطة أساسية في اختلافنا مع أخواتنا البروتستانت، أخواتنا البروتستانت بيقولوا الإيمان وحده كافي، إحنا بنقول الإيمان وحده ليس كافي، إيمان وحده ليس كافي، مش مجرد لفظ